بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله سنقوم بشرح برنامج VSDC، وهو برنامج لمعالجة مقاطع الفيديو. برنامج VSDC هو برنامج يكاد يكون برنامج احترافي، لأن فيه إمكانيات كثيرة جدا. على سبيل المثال، يمكنك دمج مقطعي فيديو أو حذف بعض المشاهد من الفيديو، إضافة ملفات صوتية للفيديو أو حذف الملفات الصوتية، وأشياء أخرى كثيرة. معانا مقطعين فيديو، سنشاهد أول مقطع وهو فيديو قصير مدته 6 ثواني. ثم الفيديو الثاني، إعلان عن فيلمورا مدته برضه 6 ثواني. لدمج هذين المقطعين سنقوم بتشغيل البرنامج، الضغط على Projects ثم الضغط على New Project ثم كتابة اسم البروجكت: دمج مقطعي فيديو، ثم الضغط على Finish. سنقوم بإحضار مقطعين الفيديو، نضغط على Add Video. نختار الملفين والضغط على Open. كما تلاحظون، تم إحضار الملفين، واحد اسمه فيلمورا اللي هو إعلان فيلمورا، والتاني اللي هو إعلان الموبايل. توجد هنا قوالب للفصل ما بين المقاطع، وهي اختيارية. أنا بفضل أضيف فاصل ما بين الملفين، سأقوم بالضغط عليها وجره إلى هذا السهم الصغير والضغط على Apply Settings. سنقوم بتجربة الفيديو، ضغط على Preview. كما تلاحظون، لا يوجد صوت لأن الملفات أساسا بدون صوت. فسنضيف ملف صوتي، وهي عبارة عن قطعة ميوزك. الضغط على Add Sound، إحضار ملف الصوت، الضغط على أوكي. كما تلاحظون هنا، البعد الزمني لملف الفيديو هو هذه المنطقة الزرقاء، وهي قصيرة جدا طبعا مقارنة بملف الصوت، حوالي 11 ثانية. ملف الصوت حوالي 3 دقايق و50 ثانية. سنقوم بتصغير ملف الصوت ليتناسب مع الملف المرئي. سنقوم بتجربة الفيديو بعد إضافة ملف الصوت. وبكده نكون وصلنا مقطعين فيديو مع بعض، وأضفنا لهم مقطع صوتي. مش ناقص غير إن احنا نعمل إكسبورت، يعني يصبح الفيديو في الصورة النهائية له. هنعمل Export Project وبعدين Conversion، نضغط على Conversion وبعدين Export Project تاني، نختار 2MP4 ونضغط على Conversion، Start Conversion. زي ما انتوا شايفين، 18-24%، 30%. هننتظر لغاية ما يخلص. خلص 100%. نروح نشوف الفيديو، الصورة النهائية للفيديو. نعمل عليه دبل كليك. كده نكون أنتجنا الفيديو بصورته النهائية. الدرس خلاص خلص النهاردة. أرجو أنكم تدوسوا على لايك وسبسكرايب، واللقاء إن شاء الله في درس آخر.